قرر دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين الذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي المسك والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث. وتبع محافظ القاهرة جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث. كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بعقار رقم 1 شارع الجوهري، والمكون من أرض ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية ويستخدم كمخازن. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم الإطفاء بتواجد 12 سيارة إطفاء، ونتج عن الحريق إصابة 5 أفراد بحالات اختناق، وتم إسعافهم على الفور في موقع الحادث.